بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح برنامج ATS 3 أو ATS النسخة الثالثة. هذا البرنامج يقوم بتعبئة أو تخزين معلومات الموظفين ومن ثم طباعتها على الATS. وهذا البرنامج موجه لأصحاب العمل وليس موجه للموظفين، كون أن صاحب العمل يقوم ب تعبئة الATS لهؤلاء الموظفين. طبعا هو يحتوي على قاعدة بيانات يقوم بإدخال مجموعة من الموظفين طبعا أو موظفي بإدخالهم في هذا البرنامج أو تخزينهم في هذا البرنامج، ومن ثم حين يطلبون شهادة الATS يقوم بطباعتها مباشرة من هذا البرنامج. ولكن هناك أمر متعلق بصاحب العمل نفسه طبعا، لجعل معلومات صاحب العمل تظهر في شهادة الATS يجب عليه أولا أن يقوم بتفريغ قاعدة البيانات، كون أن هذا البرنامج الذي طبعا قد قمت حملته من الإنترنت ووجدته متاح أصلا يحتوي على قاعدة بيانات بمجموعة من الموظفين وصاحب عمل طبعا معلوماته تظهر في الATS. فرجال معلوماتك تظهر على الATS، يجب عليك أن تتوجه إلى قاعدة البيانات الخاصة بهذا البرنامج، وهي قاعدة بيانات أكسس. ولحسن الحظ أن هذه قاعدة البيانات ليست محمية، فبتوجهك لهذه قاعدة البيانات تقوم بتفريغها من الموظفين وتقوم بتفريغ المعلومات الخاصة بصاحب العمل وتعويضها ب المعلومات الخاصة بك. أول شيء، أين يتواجد قاعدة البيانات أو أين تتواجد قاعدة البيانات الخاصة بهذا البرنامج؟ قاعدة البيانات الخاصة بهذا البرنامج توجد في مجلد Program File في السي، فلنتوجه ليكون الأمر واضح أكثر. نقوم بالتوجه إلى جهاز الكمبيوتر، وبعد توجهنا إلى جهاز الكمبيوتر نتوجه إلى القرص المحلي سي، وبعد توجهك إلى القرص المحلي سي إذا كان نظامك 32 بت فتتوجه إلى Program File، وإن كان نظامك 64 بت تتوجه إلى ملفات البرامج X86، كون أن البرنامج 32 بت والنظام الخاص به هو 64. نتوجه إلى ملفات البرامج X86 ومن ثم تتوجه إلى ATS 3 بالأعلى، هنا تقوم بالدخول إليها ومن ثم تقوم بالتوجه إلى الملف وهو ملف أكسس واسمه يو كما تشاهدون. هذا هو ملف القاعدة أو مكان ملف القاعدة لكي نتمكن من الوصول إلى الملف وتفريغ القاعدة كما سوف أشرح. نتوجه إلى برنامج أكسس، مايكروسوفت أكسس، وهو واحد من البرامج الخاصة بالأوفيس. بالنسبة لي أنا أعمل على الأوفيس 2010 طبعا باختلاف الإصدارات، ليس هناك أي مشكل. فبعد دخولك إلى الأكسس تقوم بالضغط على Ctrl زائد O من لوحة المفاتيح من أجل استعراض ملف لفتحه. أقوم بالضغط على Ctrl زائد O، بعد ضغطنا إلى Ctrl زائد O نتوجه إلى المسار الذي يحتوي على الملف الذي ذكرناه، اللي هو C Program File إن كان X86 و البرامج X86 إن كان نظامك 64 بت. نتوجه إلى جهاز الكمبيوتر، وبعد توجهنا إلى جهاز الكمبيوتر نتوجه إلى القرص المحلي C، وأعيد وأكرر إن كان نظامك 32 بت تدخل إلى Program File، كون أن البرنامج هو من برامج 32 بت. أما بالنسبة لي فالويندوز 64 وعليه، فبرامج 32 تتواجد في هذا المجلد الملفات البرامج X86. نقوم بالدخول إليه، وبعد الدخول إليه نتوجه إلى ATS 3، نقوم بالدخول إليه ومن ثم نقوم بالتوجه إلى يو، هذه قاعدة البيانات نقوم بالدخول إليها. بعد دخولنا إلى قاعدة البيانات، قاعدة البيانات تحتوي على مجموعة من الجداول
طيب الواحد او تي بي واحد، تي بي اثنان، ثلاثة، اربعة. بالنسبة الى تي بي واحد نقوم بالضغط هنا، ومن ثم نقوم بحذف جميع الاسماء وجميع المعلومات التي هنا، كون ان هذا البرنامج يحتوي كما ذكرت على مجموعة من المعلومات الخاصة بالموظفين وبالنسبة لي نظرا لخصوصية هؤلاء فقد قمت بحذفها. تقوم بحذف جميع المعلومات التي تتواجد في تي بي واحد وتوجه الى تي بي اثنان، وبعد توجهك الى تي بي اثنان تحصل على مجموعة من الاشياء. الان بالنسبة الى النيميرو تتركها صفر، اي الترقيم الرقم، هنا الرقم. بالنسبة الى ولاية، هنا صاحب البرنامج كتب ولاية، وإنما أنت تكتب اسمك، اسم صاحب العمل، وتكتب هذه المعلومات وإلى غير ذلك. تقوم بتعبئة هذه المعلومات كما تناسبك لتظهر في شهادة الأدياس. إن أخطأت في كتابة هذه المعلومات في أماكنها فسوف تلحظها على شهادة الأطياف، وإن وجدتها خاطئة ترجع إلى قاعدة البيانات ومن ثم تقوم بتعديلها. على فكرة أنا ليس لدي خبرة بالأطياف وإلى غير ذلك، وإنما أردت أن أشارككم هذا الفيديو طبعا ليستفيد الجميع. فلنتوجه إلى تي بي ثلاثة، نقوم بالضغط عليها، وبعد ضغطك عليها سوف تجد في تي بي ثلاثة هنا رقم، تقوم بحذف هذا الرقم وإبداله بصفر وليتم الاحتساب من صفر. هنا تقوم بوضع صفر ليتم الاحتساب من واحد. أما بالنسبة إلى أربعة تي بي أربعة أو تيبل أربعة فلا تقوم بتعديل عليك لأنه فارغ. هذا بالنسبة إلى قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج. فلنتوجه إلى البرنامج ونقوم بعمل مثال. بعد الدخول إلى البرنامج هنا في هذا المكان يوجد الأسماء، الرقم والاسم واللقب الخاص بالموظف. في الأعلى يوجد المكان هنا بالنسبة إلى نيم ونوم وبرنوم. طبعا يمكنك البحث عن طريق الاسم أو عن طريق اللقب هنا عن اسم موظف، كون أنك عندما تدخل مجموعة من الموظفين يصبح عددهم كبير، ولاستخراج شيء لموظف فعليك أن تقوم بالبحث عنه عن طريق اسمه. هذا بالنسبة إلى الموظف. أما بالنسبة إلى إضافة معلومات موظف فتتوجه إلى إضافة، تقوم بالضغط على إضافة. هنا في الإضافة في الرقم كما ذكرت وكما وضعناه صفر، هنا أعطانا الرقم واحد. أما بالنسبة إلى المعلومات فلنعبئ معلومات عشوائيا طبعا لملاحظة كيف سيتم الأمر. نقوم مثلا بكتابة اللقب، مثلا أحمد كما ذكرت، فسوف أقوم بوضع معلومات عشوائية محمد هنا. نقوم بهنا كتابة تاريخ الميلاد أو مكان الميلاد. مثلا مكان الميلاد هنا بالنسبة لي مكان الميلاد، هنا تاريخ الخروج نكتب أي تاريخ مثلا. مثلا تاريخ الخروج هنا كما ذكرت ليست لدي خبرة بالأطياس ومعلومات الأطياس، وإنما أردت أن أشارككم هذا الفيديو طبعا لأعطي فكرة ولو مبسطة. فهناك الكثير من الموظفين لا يعرفون شيئا عن هذا البرنامج، وقد تقابلهم مشاكل حول هذا البرنامج طبعا ليستفيدوا من هذه المعلومات.
نقوم بكتابة تاريخ الميلاد على سبيل المثال، هنا نكتب مثلا تاريخ الدخول، بعد كتابتنا لتاريخ الدخول هنا نتوجه إلى الوظيفة، مثلا موظف في البلدية، بعد كتابتنا للوظيفة هنا طبيعة الموظف، هل هو موظف مترسم أو غير ذلك؟ طبعا بضغطك على هذا السهم طبعا سوف تتوفر على مجموعة من الخيارات، تختار ما يروق لك، مثلا موظف مرسم. أما بالنسبة إلى رقم الضمان الاجتماعي، نقوم بكتابة أي رقم عشوائي بالنسبة إلى رقم الضمان الاجتماعي. بعد تعبئتنا لهذه المعلومات نقوم بالضغط على حفظ، وبعد ضغطنا على حفظ نؤكد عملية الحفظ، وبعد تأكيدنا إلى عملية الحفظ نقوم بالضغط على عودة. بعد كده ضغطنا إلى عودة سوف يتم إنشاء مستخدم أحمد محمد هنا، قوم بالضغط عليه فسوف تظهر كل معلوماته، معلومات خاصة به. ها هنا هذا هو الموظف، دخلنا معلوماته، فصاحب العمل يدخل البيانات الخاصة بجميع موظفيه ضمن البرنامج، وهذه المعلومات سوف تخزن في ملف قاعدة البيانات أو ملف قاعدة البيانات أكسس الذي اسمه يو المتواجد في السيف. فلو قمت بإزالة تثبيت البرنامج فعليك الاحتفاظ بملف قاعدة البيانات ليظل أسماء الموظفين موجود، وعند تثبيتك إياه مرة ثانية تقوم بوضع هذا الملف في المكان، في مكان ملف يو الخاص بالبرنامج الذي سوف ينشئ تلقائيا في السي بروجرام فايل أو السي ملفات البرامج x86 إن كان حاسوبك ونظامك 64 بت. أما بالنسبة إلى هنا نتوجه، طبعا بإمكانك حذف أي موظف بتحديد يوم، ثم تقوم بعملية الحذف بالضغط على حذف. نتوجه إلى الأثياس، نقوم بالضغط على أثياس، وبعد ضغطنا على أثياس كما تشاهدون هنا ظهرت المعلومات الخاصة بهذا الموظف، تاريخ الميلاد والاسم واللقب وإلى غير ذلك كما تشاهدون. طبعا بالنسبة إلى المعلومات الأخرى يمكنك تعبئة ما المعلومات الخاصة بهذا الموظف المتعلقة مثلا بالغيابات وإلى غير ذلك من هذه الأمور. طبعا أنا ليس لدي خبرة بأمور الأطياس وأصحاب العمل، طبعا أردت أن أوضح كيفية العمل بالبرنامج ولو بصفة مبسطة. طبعا هنا في النهاية سوف يتم الطباعة، طباعة الواجهة وطباعة الخلفية. بالنسبة إلى الواجهة، عند الضغط على طباعة الواجهة فسوف تتحصل على شهادة الأقياس تحمل معلوماتك في الأعلى ومعلومات الموظف في الأسفل. بالنسبة للطباعة فسوف تجد شكل طابعة بالأعلى، تقوم بالضغط عليه، وبعد ضغطك على شكل الطابعة تظهر لك نافذة الطباعة، وبعد ظهور نافذة الطباعة تقوم بطباعة الوثيقة من الواجهة، ومن ثم تعود للبرنامج وتقوم بطباعتها من الخلفية. أما بالنسبة إلى معلوماتك كصاحب عمل، إذا ظهرت معلوماتك خاطئة أو في غير أماكنها بالنسبة إلى الشهادة التي أمامك، فيمكنك
بإمكانك الرجوع إلى قاعدة البيانات ومن ثم تعديل المعلومات إلى حين ما يتم إصلاح معلوماتك. وإلى هنا ينتهي الشرح، أرجو أن يستفيد الجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.